يقول السائل: نرى كثير من الطائفين نازعين لباس العلو للجسد، وبذلك يظهر منطقتي البطن والظهر، ويمشون بين الناس بهذا الشكل، هل في هذا شيء؟ الذي ينزع الرداء وهو محرم، ينزع الرداء ويبقى أعلى جسده مكشوفا، هذا غير لائق. الله أمر بالتجمل، أمر بالتجمل، الله جميل يحب الجمال، وكشف أعلى الجسم هذا فيه تشويه وليس فيه جمال. فالمسلم مطلوب منه أن يتجمل، ولا سيما إذا كان في المسجد الحرام فإنه مطلوب منه أن يتجمل. ومن الجمال أنه يضفي الرداء على أعلى جسمه. أيهما أحسن، الإنسان المكشوف أو الذي أضفى الرداء على أعلى جسمه؟ لا شك أن الذي أضفى الرداء على جسمه أنه أجمل وأحسن، هذا إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان يصلي وهو مكشوف أعلى الجسم، فبعض العلماء يرى أن صلاته غير صحيحة، كالإمام أحمد. الإمام أحمد يرى أنه لا بد من ستر أحد الكتفين، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا بد من ستر أحد الكتفين في الصلاة عند الإمام أحمد. وعند الجمهور هذا مستحب. وعلى كل حال، تجمل في الصلاة وفي غيرها أمر مطلوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. لماذا تتجمل للناس ولا تتجمل لله عز وجل إذا قمت بين يديه وعند بيته؟ لماذا لا تتجمل بما أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ نعم.